أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وخلال اليوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم المتفرقة أو المنخفضة، طقس بارد بشكل لافت 17 درجة مئوية، الملموسة 17، الرطوبة مرتفعة نوعا ما حوالي 66%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأها شمالا، سكاكا 21 إلى 12، تبوك 20 إلى 7، وعرهر 19 إلى 11، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف والكثيف خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس بإذن الله. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، نبدأها بالمدينة المنورة 27 إلى 16، جدة 30 إلى 21 مع طقس غائم جزئي، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار كتخريجات بحرية خلال ساعات الصباح الباكر تكون خفيفة الشدة بالمجمل. مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 21، الطائف 24 إلى 15. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في الباحة 21 إلى 15، جازان 31 إلى 27، وأبها 21 إلى 13. المنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، طقس غائم جزئي 27 إلى 20، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 22 إلى 17، والإحساء 28 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض، طقس غائم جزئي 25 إلى 18، بريدة 27 إلى 17، وحائل 23 إلى 13. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.